مرحبا بكم في عالم الألغاز. اليوم سنغوص في عالم الألغاز المذهل، حيث يحمل كل لغز تحديا جديدا. لدينا ألغاز لن يتمكن من حلها إلا أذكى الأذكياء، وخاصة اللغز الأخير، فهو مخصص فقط للعباقرة. هل أنتم مستعدون للتحدي؟ دعونا نرى من منكم يستطيع إثبات نفسه. هيا بنا. اللغز الأول: ما هو الشيء الذي كلما طال قصر؟ هيا بنا، الوقت سينتهي. هل عرفت الإجابة؟ أحسنت، إنها الشمعة. اللغز الثاني: عليك إيجاد الإيموجي المختلف. هيا بنا. هيا بسرعة، الوقت سينتهي. ركز جيدا. هل وجدته؟ أحسنت. اللغز الثالث: ما هو الحيوان الذي لا ينام أبدا؟ هل عرفته؟ نعم، إنه القرش. اللغز الرابع: أوجد الاختلاف. هل عرفته؟ لغز آخر، هيا بنا. خمن اسم الحيوان. بسرعة، الوقت سينتهي. نعم، إنه التمساح. اللغز السادس: ما هي الإجابة الصحيحة؟ هيا خمن، الوقت سينتهي. إنها الزجاجة. هيا يا عبقري، أوجد الشكل المكرر. ابحث جيدا. هل تراه؟ اللغز الثامن: كون الكلمة. هيا يا صديقي، سينتهي الوقت. الإجابة: برميل. اللغز التالي: أوجد الإيموجي المختلف. هيا يا صديقي، سينتهي الوقت. هل وجدته؟ أحسنت. اللغز الموالي: ما هي الدولة التي عاصمتها أوتاوا؟ هيا يا صديقي، سينتهي الوقت. كندا. اللغز التالي: أوجد الإيموجي المكرر. هيا ركز جيدا. هل وجدته؟ أحسنت. هيا يا صديقي، ما هي الصفة المشتركة بين الحرباء والأخطبوط؟
كلاهما يغير لونه. اللغز الثالث عشر، ما هو الشيء الذي ليس له بداية وليس له نهاية؟ البحر أم الرياح أم الدائرة؟ إذا تعرفت على الإجابة يا عبقري، أخبرنا في التعليقات وقل لنا عدد الألغاز التي تمكنت من الإجابة عليها. ولا تنسوا، لدينا المزيد من الألغاز المثيرة في طريقها إليكم. إذا استمتعتم بالتحدي، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نراكم في التحدي القادم. إلى اللقاء.